الخلاك كل كرة الخلاك سبعين فاول ولا فاول لنا مرحبا يعطيكم العافية. فراس الخطيب الأسطورة، أسطورة منتخب سوريا وأسطورة النادي العربي الكويتي والهداف التاريخي للدوري الكويتي، مدرب نادي الفيحيل الحالي فراس الخطيب عم يقدم مستوى كثير كبير مع نادي الفيحيل، لدرجة أنه النادي كان بالمراتب الأخيرة ومراكز الأخيرة في الدوري الكويتي. اليوم أشوف الدوري يحتل المركز الثالث والمركز الرابع حاليا، يتقدم مركز ويتراجع مركز. ولكن الحكي اليوم عن مباراة ربع نهائي كأس سمو ولي عهد دولة الكويت. اليوم كان مباراة العربي والفحيل التي انتهت من شوي أو منذ قليل في طبعا بفوز النادي العربي بهدفين مقابل هدف. بصراحة أداء مميز جدا لنادي الفحيل بقيادة الكوتش فراس الخطيب. طبعا النادي العربي ليس بمستوى أبدا بهذا الموسم. طبعا افتتح التسجيل طبعا نادي العربي، بعدها عاد الفيحيل مثل ما عم نشوف اللقطات، عاد الفيحيل هي بالشوط الاول كان التعادل بدايه 26 تقريبا، بعدين تسديده الصاروخيه من بدر طارق هي جابت الجول الثاني. الكابتن فراس الخطيب ينقصك لاعبين للأمانة، تطبق فكرك وتطبق عملك وتساعدك بالملعب لحتى بتقدر أنت بتعمل نتيجة مع نادي الفيحيل. نادي الفيحيل للأمانة ينقص بعض اللاعبين بخط الدفاع، بخط الوسط، بخط الهجوم. عنا عبد الله الشامي الوحيد اللي ممكن نقول مو لأنه سوري مثله، ولكن للأمانة على مدار 4-5 مواسم في نادي الفيحيل عم يقدم مستوى رائع جدا في نادي الفيحيل. بلخص هذا الموسم للأمانة يعني عم بيعمل شغل كتير 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 مميز. طبعا اليوم كان المباراة بالدقيقة تقريبا 70-1 والفيحيل كان منافس قوي، منافس شديد الشراسة لنادي العربي اللي هو الزعيم اللي بطل كأس ولي العهد الموسم الماضي. ولكن للأسف يعني اللاعبين ما قدروا يحافظوا على التعادل الدائي الأخير أقل ما هنالك، وما استغلوا بعض الفرص اللي إجتهم لحتى يسجلوا الهدف الثاني، وبيكون الفيحيل متفوق ممكن بهي المباراة. ولكن وأن تفوق الفيحيل المباراة اللي بعدها راح تكون مع القادسية، فما أدراك ما القادسية الملكي. طبعا انتهت المباراة إنكم بفوز العربي بهدفين مقابل هدف. الكابتن فراس هارد لك المبروك نادي العربي الزعيم، زعيم الكرة الكويتية وبطل كأس سمو ولي عهد دولة الكويت الموسم الماضي، وحاليا بعد فوز نادي العربي بهي المباراة 2-1 وأيضا فوز القادسية أول أمس، راح يلتقوا بين راح يلتقوا القادسية والعربي الكلاسيكو الديربي، المباراة اللي هي المثيرة جدا، ولكن لبعد كأس العالم لحتى تقام هاي المباراة. ولكن ترقبوها وعدوا الأيام لأنه هاي فعلا المباراة راح تكون هي نهائي وليس نصف نهائي للأمانة. وبالطرف الآخر طبعا الساحل يلعب مع السالمية في نصف النهائي، ففي نقول ما في شيء سهل ولا في شيء صعب طيب بهي المباريات، لأنه ممكن الساحل يفجر مفاجأة وممكن السالمية متوقع أنه يفوز، ولكن الساحل ممكن يكون له كلمة أكبر من انه حظوظ السالمية موجودة وقائمة على في الفوز بوصول للنهاية. بتمنى التوفيق للكابتن فراس خطيب بمسيرته التدريبية مع نادي الفيحيل، وتمنى انه يدعم فريقه في الانتقالات القادمة بلاعبين ذو خبرة صغار بالعمر اقل ما هنالك يعني تخدمك كمدرب.